مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في رسالة معرض مسقط الدولي للكتاب في نسختها 24/2019. أهلا بكم في هذه التفاصيل القرائية، أهلا بكم في هذه المساحة من القراءة والتعامل المباشر مع عناوين الكتب المختلفة. أهلا بكم في هذا الحراك اليومي الذي تشهده العاصمة مسقط من خلال فعاليات ثقافية مختلفة. نتحدث عن مشاركة محافظة البريمي كضيف شرف في هذا العام، بالإضافة إلى كثير من دور النشر المختلفة. إذن من خلال هذه الرسالة ندعوكم مشاهدين الكرام إلى القراءة. هيا نقرأ ورسالة معرض مسقط الدولي للكتاب 2019. أهلا بكم مشاهدين الكرام، لازلنا معكم في أروقة معرض مسقط الدولي للكتاب 2019. هذه الأروقة التي تحتفي بالقارئ وبالزائر لهذا المعرض. نتحدث عن الزوار، نتحدث عن هذه العناوين التي تكتظ بها هذه المكتبات ودار النشر. نتحدث عن المشاركة أيضا الواسعة، هذا العام 30 دولة تشارك من خلال معرض مسقط الدولي للكتاب. للحديث عن هذا الحراك والمشهد الثقافي سنن يكون ضيفي الدكتور محمد بن حمد الشعيلي، أكاديمي وباحث في التاريخ العماني. دكتور محمد، نتحدث عن معرض، نتحدث عن زيارات أيضا حتى ليست على مستوى الأفراد ولكن على مستوى الأسرة العمانية، هذا النهم أيضا القرائي لدى العمانيين، ما قيمته هنا في هذا المعرض؟ مما لا شك فيه بأن معرض مسقط الدولي للكتاب يعد من أهم التظاهرات الثقافية التي تشهدها السلطنة، والذي يحظى باهتمام من قبل جميع فئات المجتمع، سواء كانوا الدارسين، الباحثين، أو من كان لديه حب اطلاع في مختلف العلوم من خلال ما تتوفر من كتب وإصدارات، سواء كانت قديمة أو إصدارات جديدة. وبالتالي أنا أعتقد على أن هذا المعرض فرصة تتجدد بشكل سنوي أمام جميع هذه الفئات من أجل تجديد المعرفة، تجديد الفكر، معرفة الكثير من الأمور التي تتضمنها هذه الإصدارات. وأيضا من الأمور التي تضاف إلى أهمية معرض مسقط الدول الكتاب تتجاوز حدود الإصدارات من خلال الفعاليات الثقافية التي تشهدها أيام المعرض، والتي تتنوع ما بين الاهتمام بمختلف المجالات سواء الحضارية، العلمية، الدينية وغيرها من الأمور، وهذا ما يتجلى بشكل سنوي من خلال المعرض. شكرا دكتور. شكرا. مثل ما ذكر الدكتور محمد، طبعا هي دعوة أيضا من خلالنا، من خلال رسالة معرض مسقط الدولي للكتاب، للتفاعل وحضور هذه الفعاليات الثقافية المصاحبة التي تعتبر الزاد اليومي أيضا من خلال الفعاليات الثقافية هنا في المعرض. لازلنا معكم في هذه الأروقة، نقلب معكم صفحات المعرض. ولا زلنا في معرض مسقط الدولي للكتاب، لا زالت هذه العناوين ربما تشد كثير ايضا من الزوار، وهناك زوار دائمين للمعرض ومنهم الدكتور سالم عقيل مقيبل، مؤرخ عماني في تاريخ عمان المعاصر. الدكتور سالم يحضر ايضا بشكل سنوي لاقتناء عناوين معينه من خلال ما تقدمه دور النشر في هذا المعرض. دكتور، نقول لك بدايه اهلا وسهلا فيك في رساله معرض مسقط الدولي للكتاب، ونتحدث عن ارتباطك بهذا المعرض، هذه الفعالية وهذا المشهد الثقافي السنوي. أنا هذا المعرض يعتبر بالنسبة لي يعني تظاهرة ثقافية أنتظرها من سنة إلى سنة، وأعد لها ميزانية خاصة يعني قبل أن آتي إلى هنا وأختار نهاية الأسبوع. وطبعا أنا يعني تركيزي كله على تخصصي، يعني أختار كل الإصدارات العمانية وغير العمانية تتحدث عن تاريخ عمان يعني بصورة عامة يعني. وطبعا هذه بالنسبة لي يعتبر إثراء كبير جدا يعني، لأنه اقتناءك لآخر الإصدارات وأيضا اطلاعك على الجديد من البحوث العلمية التي يعني تصدر، هذه بيعتبر بالنسبة لي يعني ثروة كبيرة جدا لا تقدر بمال يعني. فالمعرض لا شك يعني بالنسبة لنا يعني ننتظره من العام إلى العام، والحمد لله هذه السنة يعني ما شاء الله إصدارات كثيرة عمانية
وأنا أشكر حقيقة الباحثين العمانيين الذين يعني دفعوا بكثير من إصداراتهم هذا العام في معرض مسقط، وحين ننتظر من سنة لسنة المزيد من الإصدارات. معي زميلي رمضان المطعني. أستاذ رمضان، أنت اليوم تشارك من خلال قناة النيل الإخبارية. جميل هذا التعاطي أيضا مع هذه الفعاليات الثقافية، وجميل هذه التغطية أيضا لقناة النيل الإخبارية من جمهورية مصر لفعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب. حدثنا عن مشاركتك، ماذا تعني لك هذه المشاركة، وماذا يعني هذا التلاقي أيضا في تغطية هذه الفعاليات والحراك والمشاهد الثقافية العرب؟ الحقيقة يعني الحراك الثقافي العربي بشكل عام، واحنا عارفين ان يعني معرض القاهرة الدولي للكتاب لسه يعني خلصان تقريبا الشهر اللي فات، هي فعاليات ثقافية. كذلك معرض مسقط الدولي للكتاب هو من الفعاليات الثقافية اللي بتبقى حريصة مصر والإعلام الرسمي والخاص، سواء المقروء أو المسموع أو حتى على مستوى التلفاز، أنه يكون حريص في هذه الفعالية الثقافية. اللي شاهدناه كمان في معرض مسقط الدولي الحقيقة في النسخة 24 شيء مبهر على مستوى التنظيم ومستوى حتى التناول، مستوى الروايات ومستوى الكتب، وهذا التنوع الكبير وهذا الزخم بدخول العديد كمان من الدول المشاركة المرة دي. هي هذه المشاركة تعني مشاركة ثقافية هي من الطراز الأول، بالنسبة لنا هي من الأهمية بمكان ألا تفوتنا للتعرف على الجديد والثقافات. والمعرض الحقيقة ثري بكم كبير من الكتب، يعني أنا رأيت كتب الحقيقة لم أراها في، لن أسمي معارض أخرى، وهي معارض كبيرة. رأيت العديد من الكتب هنا، يعني الرأي والرأي الآخر، وهذا ما أسعدني كثيرا في هذه النسخة. شكرا رمضان، نتمنى لك كل التوفيق، ونتمنى لكم أيضا تغطية مميزة هنا في أروقات وزوايا معرض مسقط الدولي للكتاب. شكرا. أشكرك، شكرا جزيلا زميل عزيز. طبعا رمضان هو زميل عزيز ومشارك معنا أيضا من قناة النيل، وهناك كثير من الفعاليات الإعلامية التي تغطي أيضا هذا الحدث وهذا الحراك. لازلنا معكم في رسالة معرض مسقط الدولي للكتاب 2019، فكونوا دائما على الموعد. أهلا بكم، لازلنا هنا في معرض مسقط الدولي للكتاب من خلال هذه الرسالة اليومية. معي الآن الأستاذ إبراهيم بن سالم المنذري، إعلامي ومخرج أيضا وملحن. أستاذ إبراهيم، اليوم لديكم أيضا كثير من الفعاليات المختلفة، وربما من الأشياء التي أضيفت أيضا إلى معرض مسقط الدولي للكتاب أن نشاهد ندوات تعنى بتاريخ فني معين، وأيضا استضافة لأسماء على المستوى الفني العربي. أولا أرحب فيكم، أشكركم على هذا اللقاء، وأشكر المنظمين لمعرض مسقط الدولي للكتاب. بالفعل مؤسسة بيت الزبير كعادتها دائما هي متفردة في هذا المجال بالذات، سواء المشهد الثقافي أو الفني. في هذه السنة وفي هذه النسخة من هذا المعرض هناك شيء جديد كليا عما كان عليه في السابق، ألا وهو إقامة ندوة حوارية غنائية موسيقية بعنوان ما لم يقله المغنى. هذه الندوة هي تستعرض رموز الغناء العربي قديما في 8 ليالي عبر باحثين وموسيقيين ومثقفين، شواهد على العصر عاصروا تلك الحقبة وتلك الفنانين العمالقة من خلال لقاءات فنية حوارية موسيقية عبر هذا الركن. مشاهدين الكرام، محافظة البريمة تعتبر ضيف شرف لهذا العام في معرض مسقط الدولي للكتاب 2019. فعاليات المحافظة متنوعة، ولعل الفعاليات الثقافية الأغلب والأكثر أيضا حضورا من الجمهور، نتحدث عن
بداية هذه الفعاليات، وللحديث عن ندوة بعنوان محافظ البريمي عبر التاريخ سنة يكون ضيفتي الدكتورة موزة بنت عبيد الجابرية، وهي عضوة لجنة محافظة البريمي المشاركة في فعاليات المعرض. دكتورة، نتحدث عن محافظة البريمي بشكل عام، وأنتم أيضا مشاركين اليوم بفعاليات مختلفة. نتحدث عن هذا العام فعاليات المعرض مختلفة ومتنوعة، أهمية أيضا هذه المشاركة بالنسبة لكم كمحافظة بهذا الزخم. نتحدث عن الندوة وكثير من الفعاليات الثقافية. كما ذكرت سابقا، هناك أنواع أوراق متنوعة وجميلة، جزء منها يتناول التركيب الجيولوجي المميز لهذه المحافظة، وجزء آخر مروي بأسلوب جميل تقدمه الدكتورة عائشة بنت سعيد بن حمد الدارمكية. طبعا البريمي وسام شرف هذا العام تم اختيارها، تعتبره المحافظة لكونها أصبحت أو حاليا هي ضيف شرف للمعرض، حيث أن المعرض تظاهرة ثقافية طبيعية كبيرة لها روادها من جميع دول العالم، خصوصا أن معرض مسقط يتسم بحيوية واسم عالمي يكاد يكون الأفضل دائما، سواء في التنظيم أو في نوعية البرامج، الدورات المقدمة فيه، فعالياته، تظاهر ثقافية تستحق لنا الشرف في هذا. البريمي كذلك كما تلاحظ هنا ركن جميل، هذا الركن خاص بالمحافظة، يتكلم عن بعض المعالم الموجودة واللي تكشف لأول مرة، ويكفي أنها في الواجهة صورة مولانا صاحب الجلالة بهذا الجمال وهذا الرقي. شكرا دكتورة، نتمنى لك كل بإذن الله. الشكر موصول لكم. ألف أكيد مشاهدي الكرام، نتمنى دائما التوفيق لمحافظة البريمي من خلال الفعاليات الثقافية المختلفة. لازلنا نقرأ معكم رسالة معرض مسقط الدولي للكتاب 2019. أهلا بكم مشاهدين الكرام، معي الدكتور يحيى بن سعيد الأحسني، المدير العام المساعد للإلماء المهني بالمدير العام لتنمية الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم، ورئيس اللجنة الفنية التي تعنى أيضا برفض المكتبة المدرسية ومراكز مصادر تعلم بعناوين معرفية من هنا من أروقة معرض مسقط الدولي للكتاب 2019. دكتور، نرحب فيك في رسالة المعرض، ونسأل عن وزارة التربية والتعليم اختيارها أيضا للعناوين المختلفة، ماذا تختارون من المعرض أيضا لرفض التنمية المعرفية في مدارسنا العمانية؟ بداية شاكر لكم هذا اللقاء. وزارة التربية والتعليم من الوزارات التي تهتم اهتمام كبير بمتابعة معرض الكتاب السنوي، وذلك الأهمية بمكان من حيث اختيار أفضل الكتب لأبنائنا الطلاب، وهذا الدور اللجنة التي تقوم بشراء واختيار أفضل مصادر التعلم بما تتيح لأبنائنا الطلاب التعلم جيد، تعمل من خلاله انتقاء أفضل مصادر، وكذلك تقمص شخصية الطفل الذي يحتاج لذلك المصدر، بحيث يجعل هذا الكتاب محبب لديه، قادر على قراءته، يستمتع في قراءته. هذه هي أهم الجوانب. قضية الاختيار تتم اختيارها لكافة المواد الدراسية بما يدعم المنهاج المدرسي، بحيث أن كل مصدر من مصادر التعلم هو داعم للمنهاج، يسهل تعلم الطلاب فيما إذا ما احتاج لأي مصدر من مصادر في عملية تعلمه. شكرا دكتور، نتمنى لكم كل التوفيق. بارك الله فيكم. شكرا. هناك إقبال أيضا على كثير من دور النشر بعناوينها المختلفة، ونذكر أيضا بفعاليات يوم الجمعة، هناك مسرحية خيوط من أحلام، وهي ضمن رزنامة وفعاليات محافظ البريمي ضيف شرف المشارك في معرض مسقط الدولي للكتاب. وهناك أيضا فيما يتعلق بفعاليات ثقافية تخص الأطفال، هناك محاضرة بعنوان راقي بأخلاقي. أكيد الفعاليات مختلفة، فعاليات ثقافية، فعاليات أيضا فنية، أيضا هناك جانب فني فيما يتعلق بكثير
من المشاركات من داخل وخارج السلطنة. إذن هي دعوة مفتوحة لزيارة معرض مسقط الدولي للكتاب 2019 والاستفادة من كل هذه الفعاليات المختلفة. لازلنا معكم في رسالة المعرض. هكذا مشاهدين الكرام نطوي معكم هذه الصفحة من رسالة معرض مسقط الدولي للكتاب 2019 لهذا اليوم. نتمنى لكم دائما متابعة مميزة فقط على عمان الثقافية. دمتم في أمان الله.